لو الحكايه فيها ان فيجو اتفاجئنا ان في شباك بيطلع دخنه من الشباك. جينا ننتقل نلحقها ولصلاح المطافي مفيش 10 دقايق وربع ساعه جت عملت اللي عليها. وبقى لها اكتر من 3 ساعات 4 ساعات شغاله زي ما انت كده. بس ده كله ده دي هي لازم تتقال، مش صوره ونقول ايه معاها ولا نقول ايه مش معاها، لا صوره. الحريقه دي تمت في الدور العلوي في نمره 10 الدور الطابق الثالث، واخد بالك؟ مخزن فيه فلاتر وبقى لهم 4 ساعات 5 ساعات زي ما انت شايف بيطفوا، وكلنا والناس دي كلها واقفه، الناس دي كلها واقفه والجمهوريه واقفه، وينزلوا خراطيم من عندهم وهنا نزلوا خراطيم، ولولا الكهرباء مقطوعه كنا شغلنا كل حاجه حلوه. بس في